سائل يقول: حكم من أساء الظن في شخص ثم تبين له خلاف ذلك، كيف يتوب من هذا الأمر؟ وهل يلزم منه الاستسماح منه أم فقط التوبة؟ وهل يختلف إذا كان سوء الظن حديث الصدر أو نطق به؟ وكيف يجاهد نفسه من يسيء الظن في الناس؟ أولا، لا يجوز لنا أن نسيء الظن بمسلم ومسلمة. الأصل في المسلمين السلامة، حتى يثبت خلاف ذلك، فعلينا أن نسير على الأصل. وهذا الأصل النبي صلى الله عليه وسلم لقيه أبو هريرة في أحد طرقات المدينة ثم انسل ولم يره، فقال: أين أبو هريرة؟ فجاء أبو هريرة وقال: إني كنت أحدثت أو كنت نجسا فانسللت. فقال: إن المسلم لا ينجس. وعليه نقول إن الأصل في المسلم السلامة، لأنه موحد، والله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإحسان الظن في الله ثم في الناس، والله عز وجل نهانا عن التجسس والغيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فلا يجوز لنا أن نسيء الظن بالمسلمين والمسلمات، مهما بدرت من الظنون ومهما حصل عندنا من الشكوك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته إحدى زوجاته أو صفية في رمضان، فلما رآه بعض الصحابة معها قال: على رسلكم، إنها صفية. أزال عنهم. نعم يا شيخ. عمته صفية بنت عبد المطلب. نعم. على رسلكم، فبين لهم بأن التي معه من محارمه، فإياكم وسوء الظن. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وسوء الظن، إياكم وسوء الظن، فإنه أكذب الحديث. فلذلك على الإنسان أن يحذر منه. أما المترتب إذا كان حديث نفس ولم يتكلم به الإنسان ولم يفعل شيء مبنيا على هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. أما إن فعلت وتكلمت وترتب على ذلك أمور، فعليك أن تطلب منه العفو والسماح وأن تتوب من هذا الأمر. السلامة من هذا الأمر، اعلم أنك ميت، واعلم أنك محاسب، وأنك مجزي بما تثيره من الشكوك والظنون في المسلمين والمسلمات. فالحذر ثم الحذر ثم الحذر، هذا من كبائر الذنوب العظيمة. الإنسان عليه أن يحذر وأن يتوب إلى الله عز وجل.